السلام عليكم. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي شيش طاووق ووصفة البرغل التركي. راح نديروا طبق متكامل من الأكلات التركية وطبق صحي بزاف. لهذا الطبق نسحقوا مقدار من دجاج تاع الصدر أو تاع الأفخاد. والتوابل نسحقوا أول شيء فلفل الكحل، ثاني شيء زعتر، إلا ما حبيتي زعتر ما ديريش، ديري كمون، وإلا حبيتو توم بودرة والملح، وش تاني تو فلفل حار. وعندي منايا تاني الكاتشب وطماطم معلبة وملعقتين من ياغورت طبيعي ومغرفة زيت زيتون، مغرفة تاع خل، ومغرفة تاع عصير ليمون. ودوكا نقطع الدجاج يعني مكعبات كبيرة شوية كما الأتراك يديروا الشيش طاووق ديالهم. ونكملوا نشوفوا التتبيلة تاعنا للأخير. أنا مرات كندير لهم شيش طاووق نحب نخليه يتبل ليلة كاملة من بعد نطيبه، والبرغل قد ما يطيب بكري قد ما يجي بنين كتر. هادو ما طيبتهم في النهار ووجدتهم للعشاء. كاين بزاف منكم اللي طلبوا مني الوصفات التركية، راني ندير جهدي باش نكمل لكم كامل الوصفات اللي نعرفهم، وان شاء الله كاش ما نزيد نتعلم ولا راني نزيد ندير لكم فيديوهات تاع وصفات تركية. ان شاء الله برك تجربوهم تخلوا لي رايكم في التعليقات باش واحد اخرين اللي خايفين يجربوها يشوفوا التعليقات تاع الناس اللي عجبتهم هذه الوصفة ويسيوها. انا نموت على التعليقات ونحب التعليقات، ونتمنى كل واحده منكم تشوف الفيديو تعلق. كما قلت لكم نبداو بالياغورت الطبيعي. الياغورت الطبيعي نحطه هو اول شيء، من بعد كما قلت لكم طماطم معلبه والكاتشب والفلفل الحار. اللي ما حبش فلفل حار دير فلفل الاحمر، انا عزيز عليا الحار. كما سبقت وقلت مغرفه كبيره تاع زيت زيتون، مغرفه كبيره تاع خل، ومغرفه كبيره تاع قارص. والتوابل اللي سبقت ذكرتهم هنايا عندي فلفل الكحل وزعتر وسماق وملح. بالنسبه للتابل هذا تاع السماق انا جبته من تركيا، وهو عباره على التابل فيه نسبه من الحموضه عاليه مليح للصوما، ويدخل في بزاف من الاطباق التركيه. اذا جبتو من تركيا لانه حوست عليه هنا ما صبتوش، تقدروا تستغناو عليه، ولكن في بلاصتو ديروا مغرفه صغيره تاع توم بودره ومغرفه صغيره تاع كمون وتجيكم الوصفه. هي كما قلت لكم تنقعوها يعني نهار كامل ولا 3 سوايع على الاقل ولا ليله كامله على الاكثر. من بعد ان شاء الله نجوزوا الوصفه اللي بعدها هي البرغل. البرغل درت لكم ابسط واسهل واصح طريقه، ما تطلبش منك اكثر من 5 دقائق في التجهيز تاعها. بعد ما هاد الدجاج ديالي تشرب كامل هذيك التتبيله و
تنسم بيها، نحطوه في الاسياخ ديالنا، وزدت عليهم انايا طرش يعني فلفل حار وطماطيش، حبيتو تزيدو الطرشي والبصل هذاك اختياري. صحيح راح تقولوا لي الحجم تاع الدجاج كبير، ولكن راح يطيب طري ومن برا كامل يتحمر، ومن الداخل يجي طايب وطري طري طري. هاي دوك تشوفوا بعينيكم كي يوجد ان شاء الله. للوصفة تاع البرغل ديالنا راح نحتاج مغرفة تاع زبدة او مغرفة تاع مارغارين، وانا نفضل مارغارين لابال. هنا درت مغرفة تاع مارغارين لابال، ونزيد عليها مغرفة تاع طماطم تاع الباطا، طماطم مصبرة فوالا، ونقليوهم مليح. ومن بعد نزيدو عليهم كاس تاع برغل اللي نكونو غسلناه ونقعناه في الماء. قد ما تنقعيه في الماء مليح يتشرب مليح ويجي بنين كتر. نحطها عليهم، نزيد نقليه مليح ونملحو ونمرق، ونخليه مدة 4 ساعة هكا كيطيب على نار هادية حتى تشوفوه نشف. كيما من بعد نوري لكم تشوفوا بلي نشف كامل هذيك الماء. طفيولو وغطيوه، وقد ما يطول وقد ما يتبرد يجي بنين خير. بس ما انا ما يجينيش، انا شخصيا ما يجينيش بنين وهو سخون، ومام الاتراك يحطوه وهو بارد، يقدموه مع الشيش طاووق ومع الشواء كامل، مع الشواء يحطوه دافي ماشي سخون. وهنا كما راكم تشوفوا الطبق النهائي. انا خاطيني الديكور، عندنا هنا يا شيش طابوك ديالي بعد ما طاب، والبرغل بعد ما طاب درتو في غامكا وقلبتو هكذايا، وهادو ما اللي هم قدامكم. هذه سلطة البصل التركية وسلطة تانية، هادو عبارة على مقبلات. الى حبيتوا تعرفوا المكونات ديالهم خليوا لي رايكم في التعليقات، وقولوا لي طلبوا مني هاد المقبلات، نعمل لكم الوصفات يعني بالتدقيق. هذه هي، هادو ثاني بنان 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 بزاف، يرافقوا كامل انواع الشوا. ملح تعلموهم للعيد الكبير ان شاء الله. اطالوا في روحكم ودمتم في امان الله.